يلعبوا ويلبسوا هذاك القميص اللي في الخريطه، وهذه يعني راح تحدث مشاكل في عندهم، يعني مش احنا عندنا. في بعض اللاعبين حسب المعلومات اللي عندي حسين جنات انه راح يفسخوا عقودهم طبعا، كان اللي طلبوا باش يفسخوا العقود تاعهم، لانهم لاعبين في المغرب، لاعبين في المغرب كاين. نعم على ما اعتقد كاين اشكال وسيم اللاعبين اليوم، حتى الوداد البيضاوي المغربي اللي هضرنا عليه الاسبوع الماضي، اليوم هذا الاسبوع راهم ثاني هما القميص تاعهم داروا في الخريطه، واليوم راه كاينه مشكله كبيره ان اللاعبين الجزائريين اللي راهم ينشطوا في هذه النوادي المغربيه اللي راهي تدير الخريطه هذه، هما يعني راه عندهم اشكال كبير، لانهم كاين فيهم اللي ماهمش حابين يلعبوا ويلبسوا هذاك القميص اللي في الخريطه، وهذه يعني راح تحدث مشاكل في عندهم، يعني مش احنا عندنا. في بعض اللاعبين حسب المعلومات اللي عندي حسين جنات انه راح يفسخوا عقودهم بعد المنتخب، كان اللي طلبوا باش يفسخوا العقود تاعهم، لانهم نفس اللاعبين في المغرب، نفس اللاعبين في المغرب كاين. نعم على ما اعتقد كاين ست لاعبين. نعم اليوم من حق اللاعب اخي انا نمشي مع بلادي، ما نمشيش انا مع سياده، لازم نمشي مع بلادي، وهذه هذه تحسب لهم، تحسب لهذ اللاعبين طبعا، تحسب لهؤلاء اللاعبين. ولكن الان يعني الجامعه الملكيه المغربيه راهي دارت يعني مشكله، يعني اليوم حتى مثلا نعطيك لاعب مثل الدراوي، الشيء اللي قدمه في الوداد البيضاوي شيء كبير، يعني اصبح معشوق الجماهير، يعني الكل يحبوه. واليوم اذا كان واحد كيما دراوي راح نعم راح يفسخ العقد تاعو، ماهوش دراوي اللي يخسر، لان دراوي يمشي من الوداد راح يلعب في فريق اخر، ولكن الفريق تاعهم يعوضوه، يشوف بمن يعوضوه. يلا شباب قسنطينه مفروض عليهم يحضروا روحهم كما لازم الحال باش يمثلوا احسن تمثيل للكره الجزائريه، وما ينساوش باللي راح يكونوا فيها كواليس ضد الفرق الجزائريه، باش نتفاهموا مليح بجانب الكاف، وهذا ما عناه العديد من الانديه الجزائريه في اكزاكتومون. نظن باللي المثال الحي ثاني راهو ما عندوش بزاف، وين نقصات قصاو الفريق الجزائري واتحاد العاصمه بسبب يعني موش في الميدان بسبب اداري. نتمنوا ان شاء الله تكون اليوم تكون يعني مفاهمه بين الفرق خاصه اللي راح يشاركوا، ولماذا من القدام التراج وصول يطيح وينتسب زوج بالك فرق في فوج واحد في الشامبيونز ليغ ولا حتى في كاس الكاف. ان شاء الله يكونوا محضرين، انا قلت لك منافسه اخرى، نتمنوا ان شاء الله عندهم لاعبين تراس لاباس به، ودي زونسي انترناسيونال ولا دي زانترناسيونال اكتيلمون اللي يقدروا يرفعوا المستوى، يرفعوا التحدي، ومولود ديال فرق كبير. نتمنوا لهم ان شاء الله يحضروا روحهم كما لازم ويمثلوا احسن تمثيل الكره الجزائريه ان شاء الله. سيد كناوي، من جانب العناصر داخل تشكيله فريق مولوديه الجزائر، ربما ما هي النقاط السلبيه التي كانت خلال هذا الموسم؟ شوف لما تلعب انت راك في واحد المستوى، احنا قلنا بلي مولود الجزائر السنه هذه كانوا في مستوى، اذا قارناه بالمستوى الجهوي نقولوا كان في المستوى الجيد، مش ما نقولش العالي ولا ما نقولش متوسط، نقولوا في المستوى الجيد. ولكن لما تنتقل من المستوى الجهوي الى المستوى نقول الافريقي، نقول الكونتيننتال، يعني قاري المستوى لازم يترفع، ولا راح يتحصل على الكاس يفرض نفسه كما داروا شباب الوزداد في وقت من الاوقات. ايزون دوميني الشامبيون بوندون 4 سيزون، وكل عام يشاركوا في لا تشامبيونز ليغ، انا شفناهم يلحقوا حتى لي دومي فينال. لازم تتعود على هذه المنافسات، احنا ماشي دي جور لوندوما تكون تقاليد، يعطيك الصحه، ماشي نرقدوا ندو بطوله المستوى تاع المحلي، ماهوش كما المستوى تاع القاره. انا شفنا شباب الوزداد من احسن الفرق في هذه الاربع سنوات الماضيه، سنتحدث عن طاحوا مع فرق منهم ماميلودي سانداوس اللي ما عندهمش تاريخ كبير كما شباب الوزداد، وشنو هو في الميدان شفنا باللي فيه الفرق. لازم واحد يتعود كما دوك المولودات داو الشامبيونان، مفروض عليهم العام الجاي ثاني يدو الشامبيونان، والعام الجاي يا سيدي سويت باش